السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. شوفوا شو لقاو في مقبرة عين البيضاء بوهران. هذه رسالة واحد الأخت قالت للأخ حطها لي في وسائل التواصل. خويا يرحم باباك، أنا اليوم رحت مع ماما للقبر، قبر جداتها، مقبرة في عين البيضاء. لقات القبر محفور شوية من الجنب، ورد دين شوية عليه تراب. عودت حفرته لقات ساشي موف، كحلتها لقات هذا السحر وباين جديد. وقالت لصاحب هذه الصفحة يرحم باباك في رمضان، يعني حطها في رمضان وعواشر، هذه حطها عندك في الصفحة بالك كاين اللي يعرفهم هذا العروسين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم في المشعوذين اللي داروا الشيء هذا. هي قالت رانا ديناها عند إمام باش يفك هذا السحر، وهما يليق نورمالمون يديروا رقية شرعية إن شاء الله، ما يكونوش مشعوذين وصلوا لمبتغاهم. الله يهدينا لبعضنا إن شاء الله يا ربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.